اسمعني كل الشعب العراقي شوية من رخصتك أحمد، ما أريد أعاين لك. تفضل. الدماء والتضحيات، اي على هاي الدماء والتضحيات قدموها أهلنا، أهلنا أهلنا، ولدنا، أبهاتنا، آبائنا، أجدادنا، عمامنا، انذبحوا واندفنوا، دفنهم صدام وغير صدام، دول أهلي اللي ماتوا. لو يعرفون هسه لو أروح عند شبور العراق وأطلعهم ويعرفون دول إيش سووا بالعراق، شا ما يبقوهم دقيق، ويتندمون على كل قطرة دم سالت من أجل العراق ومن أجل إنهاء النظام الدكتاتوري. فأي واحد بهاي القيادات الحالية ما إله فضل على الشعب العراقي، الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إطاحة أبشع دكتاتور بالعالم ويضاهي الثاني، ها، هي الولايات المتحدة الأمريكية، وجورج بوش الابن، مو الأبو لعنة الله عليه حياً أو ميتاً وبعد عدل هذا الأبو، المهم الابن اللي إله فضل وخلص العراقيين من نظام الدكتاتورية، دولة ما لهم فضل. فالآن مسؤولية الشعب العراقي يروح يأسس أحزاب ويخلق قيادات جديدة يطلعهم. احنا مو دايمين هاي الكلمات لا لا صفقي، هاي الكلمات دقيقة، هاي الكلمات اللي جاية تلفظها الآن ربما من أخرج من الاستوديو أصمت للأبد. فأنت هاي مسؤوليتك الآن تخلق دولة جديدة وقيادات جديدة. كافي هاي العبودية.